نعم مريم، يعني ما نعلمه حتى الآن هو أن دونالد ترامب بخير، أن دونالد ترامب إصابته ليست خطيرة، هذا على حد يعني البيان الذي خرج عن يعني الخدمة السرية أو السيكريت سيرفيس، وهي المختصة بحماية الرؤساء ويعني الرؤساء السابقين. نتحدث عن ما شاهدناه تحديدا. أيضا خرج بيان آخر من المتحدث الرسمي باسم الحملة الخاصة بدونالد ترامب، وذكر بأن دونالد ترامب يشكر أعضاء الخدمة السرية والشرطة في ولاية بنسلفانيا على سرعة الاستجابة. ما شاهدناه تحديدا مريم أن دونالد ترامب فجأة وضع يعني يده على أذنه وتم سماع أصوات إطلاق نار أثناء كلمته في التجمع الشعبي في بنسلفانيا أو التجمع الانتخابي الخاص به في بنسلفانيا. على الفور اندفع نحوه عدد من أفراد الخدمة السرية وحاوطوه، وبعدها ربما بثوان قام ترامب بالوقوف وقام بتحية من حضروا هذا التجمع الانتخابي، ولكن على الفور اصطحبوه خارج هذا التجمع واصطحبوه لسيارته لتخرج بعدها عدة بيانات عدة تصريحات. يعني ربما داني ميوزر وهو يعني العضو مجلس النواب الجمهورية عن ولاية بنسلفانيا ذكر بأنه سمع إطلاق نار نحو 8 مرات أو أكثر تقريبا، وذكر بأنه شاهد عدد من الحضور قد تم إصابتهم على حد وصفه. نتحدث أيضا عن الرئيس جو بايدن الذي بداية ذكر بأنه لم يتم إحاطته بشأن ما هذا الحدث، ولكن بعد ذلك البيت الأبيض أعلن بأن الرئيس جو بايدن تم إحاطته بشأن ما حدث للرئيس السابق دونالد ترامب أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب. نتحدث أيضا عن أن هناك الكثير من البيانات خرجت عن عدد من المشرعين الديمقراطيين أبرزهم كريس ميرفي، والذي ذكر بأن يعني لدى ترامب دعمنا الآن وأن لا وجود للعنف السياسي في أمريكا. تاريخيا مريم نتحدث عن عمليات الاغتيال، أهم عمليات الاغتيال التي حدثت في التاريخ الأمريكي السياسية، ربما آخرها بالتأكيد كانت محاولة اغتيال الرئيس السابق رونالد ريغان عام 1981 هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وحينها تم إطلاق النار عليه وتم حمايته من قبل أعضاء أو أفراد الخدمة السرية ودفعه إلى السيارة والذهاب به لأقرب مستشفى هنا في العاصمة الأمريكية آنذاك. أيضا الحادثة الشهيرة التي أدت لمقتل الرئيس السابق يعني كندي ويعني عام 1963 وتم اغتياله بالفعل. هناك أيضا الحادثة التاريخية للرئيس التاريخي الأمريكي إبراهام لينكولن وتم اغتياله بالفعل. بالتالي حوادث إطلاق النار على الرؤساء أو المرشحين الرئاسيين هي حوادث ربما ليست كثيرة العدد، لكن ما حدث لدونالد ترامب اليوم فاجأ المجتمع الأمريكي، فاجأ المجتمع السياسي. كريم، على هذه الحادثة التي حدثت من هذا الحادث أم لا؟ نعم، أريد الوقوف معك عند هذه النقطة تحديدا، خاصة أنه في ظروف مماثلة بإطلاق أعيرة نارية، مثلما وصلتنا الأنباء أنه أكثر من 8 أعيرة نارية تم إطلاقها في حادث مماثل. لم نرى دونالد ترامب منبطحا على المنصة، تأخرت الخدمة السرية للدخول وحماية ترامب والإحاطة به، إلى جانب أنه دونالد ترامب وقف مجددا كأنه يتحدى من أطلق النار أو أنه يعرف من أطلق النار ومتأكد أنه لن يتم استهدافه مرة ثانية. هل من حديث على أن تكون هذه بروباغندا سياسية أم لا؟ لم يتبين بعد. كما ذكرت مريم، لم يتبين بعد هل تم يعني تم تحييد مطلق النار على دونالد ترامب أم لا، ماذا حدث تحديدا، من أين انطلقت تلك الأعيرة النارية، وهل بالفعل تم إصابة عدد من الحضور بتلك الأعيرة أم لا على حد وصف النائب ميوزر عن ولاية بنسلفانيا. بالتالي بشكل عام مريم نتحدث عن يعني الأثر السياسي أو النتيجة السياسية لهذه الحادثة. بالتأكيد دونالد ترامب لا نعلم هل سيقوم ب يعني مؤتمر أو كلمة سيوجهها للمجتمع الأمريكي قبل صعوده للطائرة، لأنه بالتأكيد الآن بعد تواجده في المركز الطبي في ولاية بنسلفانيا بالتأكيد سيتوجه إلى طائرته، ويعني هل سيكون هناك كلمة له أمام المجتمع الأمريكي، هل سيقول بأنه ما زال قويا وما زال واقفا على قدميه وأن محاولة الاغتيال هذه لم تضعفه أو لم تؤثر عليه سلبا، هل سيحاول أيضا
جذب أكبر عدد ممكن من الدعم. نتحدث عن أن إيلون ماسك وهو من أهم رجال الأعمال في أمريكا قام بالتغريد عبر موقع إكس وذكر بأن لدى دونالد ترامب كل الدعم فيما حدث وبأن أمريكا ليست مكانا للعنف السياسي. بالتالي بشكل عام مريم نتحدث عن أن هذه حادثة هامة للغاية وفي توقيت هام للغاية بالنسبة للسباق الانتخابات الرئاسية، تأتي بعد مواقف عدة، تأتي بعد المناظرة التي تمت بين بايدن وترامب وتفوق ترامب في استطلاعات الرأي بعد هذه المناظرة، تأتي أيضا بعد الشكوك الكبيرة التي تحيط بالرئيس جو بايدن في حال استكماله هذا السباق الرئاسي، والمطالبات التي خرجت بشأن انسحابه تأتي في محاولة لإرجاع دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض لدى الجمهوريين. نعم أيضا محاولة الاستهداف بالأعيرة النارية تعيد للمشاهد أيضا محاولة الحد من انتشار الأسلحة في الشوارع الأمريكية وهذه الحملة التي أيضا يتابعها أحد المرشحين كريم. هو سؤال رائع حقا مريم، خاصة أن الرئيس جو بايدن قد يستغل هذا الأمر لصالحه، لأنه في المؤتمر الصحفي الخاص بقمة النيتو منذ يومين تحدث بجملة رنانة للغاية وقال يجب في أمريكا التحكم في الأسلحة ولا يجب التحكم في الفتاة، وكان يقصد التحكم في انتشار الأسلحة في المجتمع الأمريكي، خاصة أن هناك أكثر من 300 مليون سلاح منتشر بين أيدي المجتمع الأمريكي. وكان يقصد بايدن بشأن عدم التحكم في الفتيات هي قضايا الإجهاض، وهي واحدة من القضايا الجدلية للغاية بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يحاول عدد كبير من الجمهوريين الحد من حرية الإجهاض لدى النساء في عدد كبير من الولايات، على نقيض الرئيس جو بايدن وعدد كبير من الديمقراطيين يحاولون يعني منع ذلك. بالتالي هذه الحادثة قد تستغل من الجانبين، قد تستغل من جو بايدن بشأن انتشار الأسلحة في أمريكا وضرورة الحد منها، وأمر يرفضه عدد كبير من الجمهوريين في المجتمع الأمريكي ويقولون بأن يعني من بالنسبة للدستور الأمريكي من حق المجتمع الأمريكي امتلاك السلاح ويجب تطبيق مواد الدستور الأمريكي، وستستغل من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في حملته الانتخابية بأنه واجه محاولة اغتياله لكنه ما زال قويا وما زال قادرا على خوض السباق الانتخابي والفوز على الرئيس الحالي جو بايدن. نعم لطفا كريم ابقى معنا، وسأذهب إلى ضيفي مباشرة من واشنطن عبر تطبيق زوم السيد طارق الشامي الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية. أهلا بك سيد طارق، بداية كيف رأيت ما حدث قبل قليل من محاولة مثل ما صنفها الجمهوريون محاولة اغتيال دونالد ترامب؟ يعني أعتقد أنه من السابق لأواني إصدار أي نوع من الأحكام حول ما حصل، لأنه هناك يعني كثير من الأسئلة التي تثار وسوف تظل تثار خلال الأيام وربما الأسابيع القادمة وصولا حتى إلى يعني موعد الانتخابات. لا شك أن كل طرف ربما سيوجه أصابع الاتهام إلى الطرف الآخر، الجمهوريون سيتهمون الديمقراطيون ربما بالتآمر عليهم وتشجيع بسبب خطابهم تجاه ترامب ووصفه دائما بأنه خطر على البلاد وخطر على الديمقراطية، وهناك من سوف يتحدث عن المهاجرين والذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، ستوجه إليهم أيضا الاتهامات بأنهم ربما يحاولون التخلص من ترامب الذي يتعهد بالتخلص منهم، كما أيضا ربما سوف نشهد اتهامات من الديمقراطيين بأن هذه ربما تكون تمثيلية أرادها ترامب حتى يعزز من مكانته، خصوصا وأن الحادث وقع في ولاية مهمة جدا في الانتخابات الأمريكية وهي ولاية بنسلفانيا التي تمتلك 19 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وترامب يحتاج لكي يفوز بهذه الانتخابات لواحدة على الأقل من 3 ولايات متأرجحة هي بنسلفانيا وويسكونسون وميتشيغان، ألا وأن ميتشيغان من المرجح أن يخسرها الرئيس الحالي بايدن لأنه يعني في وضع سيء وهناك جالية عربية كثيرة بهذه الولاية فربما يخسرها يعني بالفعل. ولاية ويسكونسون سوف تشهد يعني يوم الاثنين انعقاد المؤتمر الوطني الجمهوري، وبالتالي اختيار هذه الولاية أيضا كان له مغزى في هذا الأمر، وربما تميل بسبب انعقاد المؤتمر بها إلى التصويت لصالح ترامب. الآن بنسلفانيا التي تشهد هذه الحادث
هذا الحادث المرير، ربما أيضا هذا يحفز كثير من المترددين على التعاطف مع ترامب والتصويت له في الانتخابات المقبلة. من هذا المنطلق ربما سوف نشهد يعني جزء من الاتهامات والاتهامات المتبادلة. المؤكد في النهاية هو أن حالة الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين سوف ترتفع بشدة خلال هذه الفترة بسبب هذا الحادث وبسبب الاتهامات المتبادلة المتوقع أن نشهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه يعني لا توجد حتى الآن يعني دلائل واضحة من هو الذي قام بعملية الاغتيال. سوف نعم سيطر، أقف يظل معك هذا هنا، الأمر. نعود إلى كريم. كريم مراسلنا كريم يسري، فقط أريد أن أسألك، إلى الآن الجمهوريون يقولون أن ما حدث هو محاولة اغتيال، بينما الديمقراطيون لم يتضح موقف بارز من قبلهم. ما هي التراشقات التي بدأت أو لم تبدأ، خلينا نقول، بين الجمهوريين والديمقراطيين؟ يبدو أن عدد كبير من الديمقراطيين يحاولون إدانة عملية العنف السياسي، وبأن أمريكا لا يمكن أن يتواجد بها العنف السياسي، وربما يلمحون بعض الشيء لما حدث عام 2021 حينما اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس الأمريكي، ومحاولة منع يعني فرز الأصوات الخاصة أو اعتماد الرئيس جو بايدن كرئيس أو كفائز على الانتخابات الرئاسية عام 2020. بالتأكيد كما ذكرت لك مريم سابقا، سيتم استغلال هذه الحادثة كثيرا من الجانبين، من الجانب الجمهوري ومن الجانب الديمقراطي. حكيم جيفرز زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب تحدث عن فكرة العنف السياسي، أيضا شاك شومر زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ذكر نفس الشيء تقريبا. بالتالي سنجد استغلال هذه الحادثة منذ اللحظة التي تمت فيها، ومنذ مشاهدة ملايين الأمريكيين لما حدث على الهواء مباشرة لدونالد ترامب، ومن الصور التي خرجت والتي توضح إصابته بشكل مباشر في أذنه اليمنى، وهي الأذن التي وضع يده عليها قبل السقوط أرضا وقبل محاوطة أفراد الأجهزة السرية أو الحرس السري للخدمة السرية له واصطحابه خارج هذا التجمع. ربما الصورة المتعلقة بوقوف دونالد ترامب مرة أخرى وسط الحرس السري ورفعه ليده تحية لجمهوره ووجهه مغطى ببعض الدماء، تلك الصورة ربما سيتم التسويق لها بشكل جيد وسيتم استغلالها بشكل جيد من قبل عدد كبير من الجمهوريين في المجتمع الأمريكي ومن المشرعين عن يعني قوة دونالد ترامب. حتى بعد محاولة تعرضه للاغتيال ربما لسنا حتى الآن لم تتكشف كل التفاصيل حول هذه المحاولة أو حول ما حدث تحديدا وكيف خرجت تلك الأعيرة النارية، ولكن تلك الصورة أنا متأكد بأنه سيتم استغلالها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد يعني لحشد تأييد للرئيس السابق دونالد ترامب في هذه العملية الانتخابية الهامة. وربما نحن على بعد أيام قليلة من المؤتمر الوطني يعني الجمهوري، ومن المفترض الإعلان رسميا فيه على أن دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري، وأيضا من المفترض الإعلان عن الشخصية التي ستكون هي نائبة أو نائب الرئيس الأمريكي أو نائبة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. كل هذه الأمور حقا زخم كبير ما لاحظناه على مدار يعني الدقائق الماضية أو النصف ساعة الماضية منذ تعرض دونالد ترامب لمحاولة الاغتيال أو محاولة إطلاق أعيرة نارية لدى الجمهوريين ولدى الديمقراطيين. كما ذكرت رون دي سانس حاكم ولاية فلوريدا أيضا يعني أطلق تصريحات عبر منصة إكس، وذكر بأن الرئيس ترامب ما حدث له أمر غاية في السوء، أنه أننا نصلي من أجل أيضا من ذكر ذلك مايك بينس ذكر بأننا نصلي للرئيس السابق دونالد ترامب. وربما عدد كبير من المجتمع الأمريكي يعرفون الخلاف بين دونالد ترامب ومايك بينس، ولكنه جمهوري بالأساس، وبالتالي تأييده لدونالد ترامب ويعني معروف لدى بينس بأنه رجل متدين، وبالتالي إعلانه بأنه هو وأسرته يصلون لأن يصبح دونالد ترامب بخير. إجمالا مريم، دونالد ترامب الآن بخير. دونالد ترامب توجه بطائرة هليكوبتر في مدينة بيتسبرغ إلى مركز طبي، وبالتأكيد بعد الانتهاء من فحصه بشكل جيد والاطمئنان عليه سيتوجه بالطائرة ربما إلى عودة إلى فلوريدا. ولكن بشكل عام هذه الحادثة ستبقى في التاريخ الأمريكي، ستبقى محاولات الكشف عما حدث بالتأكيد هي مسار حديث كل وسائل الإعلام الأمريكية
والصحفية، وسيتم بالتأكيد يعني الضغط على البيت الأبيض لتوضيح ما حدث تحديدا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتعاون مع رئاسة أو أفراد الخدمة السرية حول ما حدث لدونالد ترامب. بالتأكيد سنتابع كل ذلك معكم ويعني معك مريم، نعم، ومع المشاهدين على مدار الساعات القادمة ماذا سيحدث، وهل يعني ربما الأمر الهام للغاية، هل نترقب كلمة لدونالد ترامب قبل صعوده للطائرة متوجها إلى فلوريدا أو بعد وصوله إلى هناك؟ هذا الأمر بالتأكيد يشغل بال المجتمع الأمريكي الآن. نعم كريم، سنطلب منك البقاء معنا مرة ثانية لو تكرمت، وأعود إلى ضيفي من واشنطن السيد طارق الشامي. إذن سيد طارق أعود معك حيث توقفت، نتكلم في المتاح كما قلت، المشاهد التي وردتنا، طريقة أو سرعة حدوث الأمر، كيف تفسر كل ما شاهدته أنت؟ يعني بالفعل هناك أسئلة كثيرة يعني ننتظر الإجابة عليها من الأجهزة المختصة الأمنية والسياسية أيضا، كيف دخل شخص يحمل سلاحا إلى مؤتمر جماهيري؟ من المفترض أنه تجرى عملية تفتيش دقيقة لكل شخص، نظرا لأنه هو الآن ليس مجرد مرشح عادي، هو المرشح المؤكد للحزب الجمهوري بالنظر إلى الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التمهيدية، ولم يكن هناك أي شك في أن دونالد ترامب هو المرشح الأول والأخير للحزب، وبالتالي هذا يعني يضع مسؤوليات أمنية كبيرة على جهاز الخدمة السرية المختص بعملية حماية الرئيس السابق دونالد ترامب. لا شك أن هذا أحد الأسئلة. السؤال الثاني هو هل أصابت هذه الطلقات بالفعل الأشخاص الذين كانوا خلف ترامب؟ لأنه إذا لم تصب ترامب وأصابته في الأذن، فهل أصابت أشخاص آخرين أم لم تصب أحد على الإطلاق؟ أيضا هناك أسئلة تتعلق بكينونة هذا الشخص وخلفياته، هل ستفصح الجهات المختصة عن من هو هذا الشخص ومن يقف وراءه، أم سيظل غامضا مثلما قتل من قتل الرئيس جون كينيدي في نوفمبر عام 63 حينما تم اغتيال من قتله؟ وبالتالي ظلت عملية يعني هذه العملية غامضة حتى الآن، ولم تفصح حتى الوثائق السرية الأمريكية عن يعني حقيقة الأمر حتى الآن، لم يعرف بالضبط من الذي يعني قام بهذه العملية، وهل كانت وراءها منظمات معينة أو جماعات سياسية أو جماعات ضاغطة أو الدولة العميقة. هناك أسئلة كثيرة ربما تثار الآن، والكل ينتظر بالفعل ما الدور الذي ستقوم به السلطات الأمريكية في الساعات والأيام المقبلة، لأن الكل سيحاول البحث عن من المستفيد من هذه العملية. هل المستفيد هم الديمقراطيون، هل الجمهوريون، نعم، أم إلى أي مدى وإلى أي بعد نعم ستعيد هذه العملية خلط أوراق الانتخابات الأمريكية سيد طارق؟ بالتأكيد ستغير المشهد بشكل كبير، يعني خاصة أنه يعني ما حدث الآن بصرف النظر عن من قام به هو سيثير نوع من التوافق او يعني التعاطف مع ترامب حتى من خصومه. لا استبعد انه يعني خلال الساعات المقبله سيدلي الرئيس بايدن بتصريح يؤكد فيه رفضه لهذه العمليه، وانه يعني يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في حقه في ان يقول خطابه السياسي، على الرغم من انه كان يقول، والديمقراطيون بشكل عام كانوا يتهمون ترامب دائما بأن خطابه ناري ومليء بالأكاذيب وكل ذلك، لكن هذه اللحظة لحظة مختلفة، سوف نشهد نوع من يعني عدم الطعن في الخصوم ورفض العنف السياسي، وأن تبذل السلطة الأمريكية باعتبار أن بايدن هو على رأس السلطة الآن وجهاز الخدمة السرية منطقيا هو يتبعه، فمن المفترض أن تكون هناك تحقيقات دقيقة وأن يتعهد وتقوم وزارة العدل بدورها المنوط بها يعني المدعي العام ميريك في هذا الأمر بهذه العملية، بعملية التدقيق والفحص ومعرفة من الذي قام بمحاولة الاغتيال ومن يقف وراءه. وبالتالي
نحن الآن بصدد نقطة تحول مهمة في الانتخابات، لا شك أنها ستصب في يعني في صالح ترامب لدرجة كبيرة، لأنه حتى المترددين أو الذين لم يحسموا أمرهم ربما يتعاطفون معه، لأنه تعرض لمحاولة الاغتيال، وسوف تثار بالتأكيد فكرة نظرية المؤامرة وراء ذلك. نعم. حتى ولم سيد طارق فقط لو نعم اسمح لي فقط أن أقاطعك وأذهب إلى مراسلنا أيضا كريم. كريم، ما آخر التطورات لديك؟ نعم مريم، نقلا عن عدد من الصحفيين الحاضرين في بيتسبرغ في بنسلفانيا ذكروا بأنه تم تحييد مطلق النار وفقا للمدعي العام لبيتسبرغ مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وأن دونالد ترامب بخير، هو أصيب بخدش في أذنه اليمنى ولكنه بخير، وأن هناك شخص آخر من الحضور أصيب بطلق ناري، ويعني وفقا لعدد من الصحفيين قتل هذا الشخص. هذا آخر ربما يعني آخر الأخبار التي وردت إلينا والتي نتابعها لحظة بلحظة معكم على الهواء من يعني بالنسبة نبقي عيوننا على مدينة بيتسبرغ وعلى من حضروا هناك، ونبقي عيوننا أيضا على التغريدات التي تخرج عن أعضاء الكونغرس الأمريكي. وكما تحدثت من قبل فإن عدد كبير من الديمقراطيين يركزون على نقطة هامة للغاية، وهي ربما الإشارة إلى العنف السياسي وضرورة ألا تكون أمريكا أرضا للعنف السياسي، والتركيز على تلك النقطة، لأنهم يعلمون جيدا بأن عدد كبير من الجمهوريين أو الجانب الجمهوري سيستغل تلك الحادثة كثيرا في إشارة بالتأكيد أو توجيه أصابع الاتهام للديمقراطيين أو لأحد الديمقراطيين بالمجتمع الأمريكي من قام بتلك الحادثة تحديدا. يعني ربما حتى الآن لا نعلم ما حدث، لا نعلم تحديدا يعني من هو مطلق النار، من شخصيته، ما خلفيته. بالتأكيد سنحاول على مدار يعني الدقائق القادمة أو الساعات القادمة متابعة ذلك وتأكيد إيصالها لكم يعني فور وصولها لنا. نعم، ونحن سنتابع مع كريم كل صغيرة وكبيرة تجري في محاولة أو في حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب. إذن مشاهدينا، كما أفاد مراسلنا من واشنطن أن الأجهزة الأمنية تمت أو تمكنت من تحييد مرتكب هذه العملية ومطلق النار بصفة خاصة. أعود